يلي بيفكر انه يقدر يشطب تيار المستقبل. اهلا بكم الى المسائيه ونبدا بالعناوين مع رشا الخطيب. مساء الخير الى العناوين. القوى الامنيه توقف قاتل الشابين من آل الجوزه بعد ساعات على تشييعهما. اصلا معركه الجامعات خسرناها، بدنا نفكر هلا بالمدارس قبل ما تنتشر. في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات أرقام صادمة لنسبة المتعاطين في لبنان ومراكز التأهيل غير كافية. استمرار التوتر في الجولان المحتل وقواعد روسية وإيرانية في الباديات السورية. تعلمنا نعد ونقيس كل شيء، كمان تعلمنا أنه في إشياء ما بتنقاس وما بتنعد، مثل المثابرة. ببنك لبنان والمهجر تعودنا نقيس كل خطوة لنزيد ثقتكم فينا، منشان هيك سهلنا أكثر من 25 مليون معاملة مصرفية سنوية عبر الإنترنت لنأمن لكم راحة البال يلي ما بتنقاس وما بتنعد. أهلا بكم. منسوب الحراك السياسي انخفض بشكل لافت وملحوظ في عطلة عيد الفطر ليرتفع الاهتمام بالتحقيقات بجرائم القتل والتي كان آخرها كشف قاتل الشابين من آل الجوزو، وكذلك بكيفية مكافحة آفة المخدرات التي تجتاح العالم وتحصين شباب لبنان من السقوط في تجربتها بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. إقليميا، برز استهداف القصف الإسرائيلي للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة لمواقع تابعة لنظام الأسد بالقنيطرة، فيما سيطرت الفصائل على مواقع في البادية السورية بعد عملية خاطفة ضد الميليشيات الإيرانية في المنطقة. وفي الأزمة الخليجية، البحرين تدعو الدوحة إلى الاختيار بين الالتزام بتحالفها الخليجي العربي أو تفضيلها للتدخل الإقليمي الطارئ. البداية من كشف هوية قاتل الشابين حامد وإبراهيم الجوزو، وذلك بعد ساعات من تشييعهما إلى مثواهما الأخير في برجة. بعد أيام على مصرعهما ستتمكن عائلتا حامد حسين الجوزو وإبراهيم محمد ديب الجوزو من الارتياح قليلا بعد اعتراف المتهم بجريمته. وأظهرت التحقيقات أن المجرم هو موظف في محطة المياه التي يعملان بها، فقد أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وعبر تغريدة على تويتر أن الموقوف زين باء اعترف بارتكابه جريمة القتل في خلده. ويأتي الإعلان بعد ساعات قليلة على تشييع المغدورين في برجة وسط حال من الغضب. وكان تشييع الضحيتان قد تم عند الواحدة بعد منتصف ليل الأحد في توقيت مستغرب، يعود إلى بروز تطورات دفعت بالعائلة إلى الاستعجال بتشييعهما. وفي التفاصيل، فإن السلطات المختصة كانت كلفت 3 أطباء شرعيين وطبيب أشعة بإعادة الكشف على الجثمانين المتواجدين في مستشفى منذر الحاج في الجية، وبعد 48 ساعة من الانتظار لم يصدر التقرير الشرعي، فطالب أهل المغدورين بتعيين لجنة جديدة نظرا للالتباس الذي حصل. المدعي العام وافق على الطلب وكلفت لجنة جديدة بالكشف مجددا على الجثمانين، إلا أن هذه اللجنة فوجئت وعند دخولها إلى البراد للمعاينة بأن الجثتين بدأتا بالتحلل بسبب توقف البرادات عن العمل لمدة تزيد عن 48 ساعة. وفيما لم يجب مدير المستشفى على اتصالات الأهالي، لاذ مدير البرادات بالفرار، فأبلغوا وزارة الصحة بالأمر التي بدورها كلفت مخابرات الجيش بتصوير الجثتين، وبعدها تم تشييعهما في مأتم مهيب. وبناء على ما حصل، أعلن أهالي برجة أنهم بصدد إقامة دعوى قضائية ضد المستشفى.
وفي جديد السلاح المتفلت، ضحية جديدة في مخيم البرج الشمالي في سور وسط تضارب المعلومات بشأن ملابسات الحادث، فيما شهدت بلدة عين الدلب اعتصاما احتجاجا على جريمة قتل مارون نهرة قبل أيام. صحيح أن العناية الإلهية أنقذت عبير عامر عمار من الموت، إلا أن ذلك لا ينفي الأزمة النازفة التي يعانيها اللبنانيون. هو السلاح المتفلت الذي كاد أن يضي بحياة عبير هذه المرة، والتي خضعت لعملية جراحية في بطنها في مستشفى جبل عامل وحالتها مستقرة. مصادر أمنية ذكرت أن حركة فتح في مخيم برج الشمالي سلمت مخابرات الجيش في سور زوج عبير عمار، وقد ادعى الزوج أن زوجته هي من أطلقت النار على نفسها، واعترف بأن خلافات تقع بينهما من وقت لآخر. وأشارت المصادر إلى أنها لم تتمكن من استماع إفادة الزوجة في المستشفى نظرا لوضعها الصحي. ما بنعرف شو الأسباب بعد هلا ما في مجرى، والأسباب ما بنعرفها. طلع صوت ورحنا على البيت لقينا اللي صار كان صاير. تتهموا حدا؟ لا. وليس بعيدا عن صور، نفذ أهالي عين الدلب والبلدات المجاورة اعتصاما رافعين شعار كي لا يقتل مارون مرتين، استنكارا للجريمة التي أودت بحياة مارون نهرة. شارك فيه عدد من رؤساء بلديات وفعاليات المنطقة. نرفع الشكر إلى كافة المؤسسات العسكرية والأمنية، ولا سيما وحدة الاستقصاء وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، التي تمكن عناصرها من إجراء القبض على الجاني وصوت محفورا أمام العدالة، طالبين السلطات القضائية المختصة تسليم محاكمته وإنزال أكثر العقوبات بحقه. رئيس بلدية عين الدلب أكد أن التسيب وخطر السلاح المتفلت يطال كل واحد منا. في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، تكشف الدراسات والإحصاءات أرقاما صادمة لنسبة المتعاطين في لبنان، لا سيما ضمن فئات الشباب، وسط ضعف كبير بشأن مراكز التأهيل. ودعوات لمساندة الجمعيات والمؤسسات في مجال التوعية على مخاطر المخدرات. التقرير لغيدة جبيبي. لم يكد يمر يوم إلا ويوقف مكتب مكافحة المخدرات في الأمن الداخلي مدمنا على المخدرات، في الليل أو في وضح النهار المخدر بين الأيادي في الجامعات والمدارس. بجيب بضاعتي بطلع عبرتين مرة من الشهر، بجيب مثلا 20 جرام وبتعاطى بالبيت يومية 3/4 جرام. لا مش أنا عم بيه، بس إنه إذا صار لي شيء حدا بيجي قال لي مثلا خد فانا 40-50 ألف فتين هذا بعطيه يعني. 60% من شباب لبنان يتعاطون المخدرات، 20% منهم من النساء. في السابق كانت تساعدنا في زرع الحشيشة ورعايتها، أما اليوم فالمهنة أصبحت تعاطي وترويج. رئيس جمعية جاد لمكافحة المخدرات جوزيف حواط حذر من هذه الآفة، خصوصا وأن سن بداية تعاطي أول جرعة من أي مواد مخدرة هي بين 9 والـ10، فيما كشف حواط عن علاجين جديدين للمرضى عبر الحقن وبواسطة الليزر. نحن أصلا معركة الجامعات خسرناها، بدنا نفكر هلأ بالمدارس قبل ما تنتشر شو فينا نعمل ونساعد. صار عندنا النزوح السوري، صار عندنا مشكلة كابتاغون. العلاج جديد أول مرة بيطلع خارج كندا، إبرة يحكم فيها مدمن الإيروين بس يفوت بغيبوبة الموت، بس يفوت بالأوفردوز. كل حقيبة إيقال شخص، يعني عم بتخلصي شخص من الموت. تعطي أكسجين للدماغ بيرجع عادي، والقلب بيرفخ عادة بالأوفردوز، بترجع بتخليه ياخد حجمه الطبيعي. العلاج بواسطة الليزر، هي عبر نقاط بالأذن بتحدد لك كل نوع مخدرات على أي نقاط بتشتغل فيها. عم نتكلف كتير عملية التأهيل بوقت أنه في علاجات جديدة وهينة منقدر نشتغل عليها، ومناشد حيا لحدا بيقدر يساعدنا نفوتها على لبنان، نشتري أعداد أكتر. حرام بشكل مدمن يكون عنده إياها. الحشيشة تأتي في المرتبة الأولى من المواد المخدرة المستهلكة، أما المرتبة الثانية فهي الهيروين ومشتقاتها، فالكوكايين ومشتقاتها، فيما ارتفعت نسبة الإدمان على المسكنات التي تعطى
بوصفة طبية أو في استعمال المخدرات الكيميائية. ضروري يكون في مصح حرام مدمن المخدرات يطلع على رومي بيش بمحله، يو يتحول عب عبدة، يو 13-14 واحد بغرفة بحباش ما بتطلع 3 أمتار ب4 أمتار. لا، هيدا مريض بده علاج، بيكون بمصح متخصص لعلاج المدمنين. يعاني لبنان اليوم من شح في عدد مراكز التأهيل، إذ أن المراكز الموجودة لا تسمح بمعالجة أكثر من 1000 شخص. تطبيق مبدأ العلاج كبديل عن الملاحقة والعقاب لا يزال بطيئا في لبنان، ومن هنا تأتي دعوة الجمعيات المدنية لإعطاء المتعاطين حقوقهم الإنسانية ومن أجل عدالة قضائية. غيدة جبيلي، تلفزيون مستقبل. وللمناسبة، دعا رئيس الجمهورية ميشيل عون إلى التضامن لمقاومة مخاطر المخدرات، وقال عبر تويتر إن ضحايا المخدرات هم أكثر من ضحايا الحروب، وأثارها تدميرية على الفرد والعائلة والمجتمع، لكن من خلال تضامن المجتمع تصبح مقاومة هذه الآفة ممكنة والتغلب عليها متاحا. بدوره قال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عبر تويتر: في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات نقدر جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة هذه الآفة وللعمل معا على توعية شبابنا من مخاطرها. وفي رسالة مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نبه وزير الدولة للشؤون الاجتماعية بيير أبو عاصي الشباب اللبناني من مخاطر الإدمان. بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الإدمان، بتوجه للشباب اللبناني تنبههم من مخاطر الإدمان. الدخول للإدمان سهل، إن كان بسبب المعاناة أو البحث عن سعادة وهمية، أما الواقع فهو كابوس رح يضرب صحتك وعائلتك واندماجك بالمجتمع ومقدراتك المالية. كلنا حدك، خليك نظيف تتبقى حر. اعتبرت اللبنانية الأولى السيدة نادية الشامي عون أن ظاهرة تعاطي المخدرات تحولت كابوسا حقيقيا للمجتمعات المعاصرة، ورأت عون أن المعالجة الاستباقية الوقائية تبقى الحل الأفضل لحماية أولادنا من دخول نفق المخدرات المظلم، مشيرة إلى الدور المحوري للأسرة في المواجهة مع المخدرات. غادرت الفنانة السورية أصالة نصري لبنان ليلا بعد إطلاق سراحها بموجب سند إقامة إثر العثور على جرامين من المخدرات بحوزتها. أحد المقربين من الفنانة السورية شرح لتلفزيون مستقبل تفاصيل ما جرى. تقرير ربيع شنطف. بدلا من أن تتوجه الفنانة السورية أصالة نصري إلى القاهرة عبر مطار رفيق الحريري الدولي، توجهت إلى مخفر حبيش مساء أول أيام عيد الفطر السعيد، بعدما أوقفت في المطار إذ تبين وفق مصادر قضائية أن حوالي جرامين من مادة الكوكايين قد وجدت داخل علبة في حقيبتها. أصالة التي كانت وزوجها المخرج طارق العريان في لبنان منذ فترة لتلبية دعوة إفطار، خضعت للتحقيق ولفحص مختص بتعاطي المخدرات، وقد أطلق القاضي كلود كرم سراحها بموجب سند إقامة على أن تخضع مجددا بعد شهر لفحص التعاطي. تلفزيون مستقبل حاول الاتصال بأصالة لكن الرد كان أنها لن تتحدث في هذه الفترة، فعلمنا من مصادر مقربة منها أنها توجهت وزوجها وشقيقها عند حوالي 1:30 بعد منتصف الليل إلى تركيا، علما أن هنالك معلومات تشير إلى أنها باتت في مصر. المصادر قالت إن أصالة دست لها المخدرات في إطار لعبة مخابراتية من قبل مقربين من نظام الأسد وحزب الله، وذلك عقابا لها على موقفها المناهض للنظام، لافتة إلى أن شخصا على علم ودراية بمكان وضع المخدرات وشى بها لأمن المطار. وتؤكد المصادر أن أصالة ستعود لزيارة لبنان الذي تحب. نحن ناس عم نطالب بأبسط حقوقنا، بدنا بلد ننتمي لها نكون فخورين فيها ونحس انه بنملك جزء فيها، ما نحس انه هي تابعة لشخص، لانه عمره وطن ما بيتبع لشخص، هذا الوطن لشعب كامل حتى ما بيتسمى باسم شخص. اكيد أصالة بدها تكتفي هلا بالصمت، لانه أصالة قبل هيك نحن كنا بنعرف كم مرة تعرضت يعني للتحقيق والتوقيف بمطار بيروت. ونتذكر وقتها كانت جاي تشارك ببرنامج ستار أكاديمي ووقفوها كمان، حززولها الباسبور. حتى لو أصالة تتعاطى، طيب أصالة بتعرف وضعها قديش حساس بلبنان والكل ناطرها على غلطة.
بسبب موقفها السياسي، فهي مش من الغباء انها ترتكب هالغلطه بلبنان. بدوره سخر المخرج العريان عبر مواقع التواصل الاجتماعي من اتهام أصالة بالتعاطي، هذه المواقع التي اشتعلت بين داعم لأصالة وشامت بها، وقد اتخذت معظم التعليقات ابعادا سياسيه. وبعض محبي الفنانة السورية نشر فيديوهات تظهر أنها تمارس الرياضة وأنها تبرعت بالدم منذ مدة وجيزة في مصر، معتبرين أن المدمنة لا يتبرع. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. وبعيدا من كل ما تقدم، تبقى الكلمة الفصل للقضاء. النشرة مستمرة فيها بعد الفاصل. ابن بنت جبيل كامل أيوب جثة داخل شقة في مدينة ديربورن الأمريكية. اختفاء مئات آلاف التطبيقات من متجر أب ستور في الآيفون. أشارت وكالة فيتش الدولية إلى أن تشديد العقوبات الأمريكية على حزب الله قد يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على التدفقات الأجنبية إلى لبنان وعلى قطاعه المصرفي، واعتبرت أن الاتفاق على قانون الانتخابات يجنب لبنان أزمة سياسية لكنه يبرز قيود النظام السياسي في البلاد. وأضافت الوكالة أن قانون الانتخابات في لبنان يظهر تقدما تدريجيا على الصعيد السياسي. شدد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان على أهمية الحوار والمصالحة واعتماد المنهجية السياسية التي تخرجنا من دويلات الطوائف ومصالح القوى السياسية إلى دولة الوطن الجامع والحاضن لأبنائه. وخلال خطبة عيد الفطر قال قبلان: نريد قوى أمنية محسوبة على الوطن لا على السياسيين، داعيا إلى الانطلاق بتفعيل عمل المؤسسات في الدولة كما تم الاتفاق في لقاء بعبدة. سنستمر في مطالباتنا ومناشداتنا للجميع بأن ينصرفوا بعد إقرار قانون الانتخاب إلى إدارة شؤون الدولة وبناء مؤسساتها وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في اللقاء التشاوري الذي عقد في القصر الجمهوري، واعتماد الشفافية في التنفيذ ومتابعة القضايا الهامة للناس فتعالج مشاكلهم الحياتية والاجتماعية وفق برامج تنموية ورؤى اقتصادية تؤمن فرص العمل وتزيد الناتج القومي وتخفف من الدين العام وتشعر الناس بشيء من الاستقرار المجتمعي والاطمئنان النفسي الذي يلجم الجريمة ويضع حدا لهذا التفلت ولهذه الفوضى التي باتت تشكل خطرا على السلم الأهلي. لليوم الثاني على التوالي تواصل توافد المهنئين بعيد الفطر المبارك إلى دارة آل الحرير في مجدليون، حيث كانت في استقبالهم رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية النائب بهية الحريري ونجلها الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، شخصيات سياسية وأمنية وقضائية ووفود من مختلف المناطق اللبنانية تقاطرت إلى مجدليون للتهنئة بالعيد السعيد. دعا عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فعور إلى الاستفادة من الأجواء الإيجابية في البلاد بعد طي صفحة قانون الانتخاب من أجل إطلاق عجلة الاقتصاد والمشاريع التنموية. أبو فعور وبعد زيارته مفتي زحل والبقاع الشيخ خليل الميس ومفتي رشية الشيخ أحمد لدن والقاضي عبد المجيد سالم بحضور الشيخ علي الجناني وفعاليات للتهنئة بعيد الفطر، أكد أن زيارة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط إلى موسكو أعادت الدفء إلى العلاقة مع روسيا، مشيرا إلى أن جنبلاط طرح قضية النازحين السوريين وإمكانية عودتهم إلى مناطق خفض التوتر التي ترعاها موسكو مع شركاء آخرين. دعا عضو كتلة القوات اللبنانية النائب إلي كيروز إلى إنصاف كل معلمة ومعلم وإقرار سلسلة الرتب والرواتب في العقد الاستثنائي لمجلس النواب. وخلال تمثيله رئيس حزب القوات سمير جعجع في احتفال مصلحة المعلمين في القوات، تطرق كيروز للقانون الجديد للانتخابات.
إن أهم ميزة في مشروع قانون الانتخابات النيابية وبعد 8 سنوات من المحاولة تتمثل بإصلاح التمثيل المسيحي من دون افتئات على حقوق الطوائف الأخرى وبالتالي ترسيخ الشراكة الوطنية بأفضل الممكن، غير أن جلسة إقرار القانون شابتها شائبتان، الأولى داخل المجلس النيابي وهي استبعاد الكوتا النسائية عن القانون بعد نضال طويل للحركة النسائية اللبنانية التي تستحق دعمنا من أجل الوصول إلى البرلمان، والشائبة الثانية خارج المجلس النيابي في استباحة لحق التعبير تذكرنا بمشهد 7 آب سنة 2001. عثر على الشاب كامل حسن أيوب مواليد قضاء بنت جبيل متوفيا في أحد منازل مدينة دوربون الأمريكية. ابن 23 عاما اختفى عن الأنظار منذ حوالي 5 أيام قبل أن يعثر عليه متوفيا في ظروف غامضة. وقد هرعت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقا بالحادث بعد أن أغلقت المنطقة. وفي بنت جبيل تتقبل عائلة الفقيد التعازي بمنزل صلاح أيوب قرب مدرسة جميل جابر. تفاجأ مستخدمو هواتف آيفون باختفاء آلاف التطبيقات من متجر أب ستور. تقرير باسل الخطيب. عملت شركة أبل في الآونة الأخيرة على حذف وإزالة 100,000 تطبيقات من متجر أب ستور، وقامت الشركة تحديدا بإزالة تطبيقات مبنية باستخدام القوالب الجاهزة أو باستخدام بعض الحلول البرمجية التي تتيح بناء تطبيق بخطوات بسيطة، وذلك لأن التطبيقات المتشابهة انتشرت بشكل كبير في أب ستور بسبب تلك الحلول. وكمثال بسيط يمكن رصد مئات الألعاب داخل المتجر التي تحاكي لعبة بيرد فلابي الشهيرة، وتلك تطبيقات مبنية باستخدام قالب جاهز، ولهذا السبب قامت أبل بحذف الكثير منها لأنها متشابهة. وبالإضافة إلى ذلك فقد أزالت أبل شبكة من تطبيقات بث الموسيقى المقرصنة والتي تسعى لنشر الموسيقى والمحتوى دون حقوق ملكية صريحة. كما شددت الشركة جهودها لإزالة التطبيقات ذات المحتوى المزعج أو التطبيقات التي لم يقم مستخدمو آيفون وآيباد بتحميلها منذ فترة طويلة من الوقت. وقامت أبل أيضا بتشديد الخناق على التطبيقات الغير متوافقة مع معمارية 64 بت، وكانت النتيجة النهائية حذف مئات الآلاف من التطبيقات من داخل المتجر في محاولة من أبل صانع آيفون لتنظيف متجرها. وتتابعون في الأخبار الإقليمية والدولية بعد الفاصل. البحرين تحمل قطر مسؤولية أي تصعيد عسكري. والموصل القديمة على قاب قوسين أو أدنى من التحرير. للمرة الثانية في خلال أقل 24 ساعة إسرائيل تقصف مواقع لنظام الأسد بالقنيطرة، والفصائل تسيطر على نقاط عسكرية في الباديات السورية بعد عملية خاطفة ضد الميليشيات الإيرانية في المنطقة. عاد التوتر إلى الجولان المحتل بعد سقوط قذيفة بالقرب من إحدى المستوطنات، ما أدى إلى حالة استنفار لدى جيش الاحتلال الذي كان قد رد سابقا بقصف مواقع وآليات تابعة للنظام السوري. ومع نفي الناطق باسم جيش الاحتلال شن أي غارة داخل الأراضي السورية، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 3 من عناصر الأسد. من جهتها واصلت المعارضة السورية تقدمها في مدينة البعث في القنيطرة، وتمكنت من كسر خطوط دفاع النظام والميليشيات الإيرانية. وسط هذه الأجواء تبني روسيا قاعدة عسكرية في بلدة خربة رأس الوعر قرب بئر القصب شرق دمشق، بالتزامن مع تحويل طهران مطار السين المجاور قاعدة للحرس الثوري الإيراني، وذلك بعد أيام من تعزيز واشنطن معسكر التنف. إلى ذلك تتواصل المعارك في مدينة الرقة،
حيث تمكنت قوات سوريا الديمقراطية بمؤازرة من قوات التحالف من السيطرة على حي القادسية بعد انسحاب مسلحي تنظيم داعش. وفي دير الزور مجزرة جديدة بحق المدنيين، حيث لقيت عائلتان كاملتان حتفهما في مدينة القورية بالريف الشرقي. سياسيا، بدأت كازاخستان بتلقي طلبات المشاركة في مفاوضات أستانا المقررة في 3 و4 من الشهر المقبل، وأكدت الدول الضامنة 3 روسيا تركيا وإيران مشاركتها، بالإضافة إلى المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان ديمستورا وممثل رفيع عن واشنطن. البحرين تصف إحضار قطر للجيوش الأجنبية وألياتها المدرعة بالتصعيد العسكري الذي تتحمل قطر مسؤوليته، داعية الدوحة إلى الاختيار بين الالتزام بتحالفها الخليجي العربي أو تفضيلها للتدخل الإقليمي الطارئ. أكد وزير الخارجية البحرينية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن أساس الخلاف مع قطر هو سياسي وأمني ولم يكن عسكريا قط، مضيفا أن إحضار الجيوش الأجنبية وآلياتها المدرعة هو التصعيد العسكري الذي تتحمله قطر. وشدد الوزير البحريني على وجود تضارب في سياسة قطر بين التزامها بالنظام الإقليمي ومعاهدته الدفاعية المشتركة وتحالفها مع دول خارج النظام الإقليمي وأحزاب إرهابية مثل تنظيم الأخوان المسلمين. وغمز الخليفة من قناة تركيا بالقول: تخطئ بعض القوى الإقليمية إن ظنت بأن تدخلها سيحل المشكلة، فمن مصلحة تلك القوى أن تحترم النظام الإقليمي القائم والكفيل بحل أي مسألة طارئة، لافتا إلى أن الانفراد بالتحالف مع دول خارج النظام الإقليمي وأحزاب إرهابية تضرب في أساسات الالتزام مع الأشقاء في مجلس التعاون. وفي اتصال هاتفي مع أمير قطر، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده تريد توثيق العلاقات مع قطر، رافضا مقاطعة الدوحة بحسب موقع الرئاسة الإيرانية. وقال روحاني إن سياسة طهران تقضي بتطوير متزايد للعلاقات مع الدوحة والوقوف إلى جانب شعب وحكومة قطر، لافتا إلى أن المجالات الجوية والبحرية والبرية الإيرانية ستبقى على الدوام مفتوحة أمام قطر البلد الشقيق والجار وفق الرئاسة الإيرانية. ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية إلى أعلى مستوياتها في عام، وأظهرت بيانات أسماركت NHA عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل 5 سنوات، ارتفعت 4 نقاط أساس عن إغلاق يوم الجمعة إلى 115 نقطة، مسجلة أعلى مستوى لها منذ حزيران الماضي. القوات العراقية تضيق الخناق على تنظيم داعش وتحرر حي الفاروق في الموصل القديمة، وتدعو عناصر التنظيم الإرهابي عبر مكبرات الصوت لتسليم أنفسهم. بعد أكثر من 8 أشهر على بدء معركة استعادة الموصل التي كانت تعد عاصمة داعش في العراق، لم يتبقى في قبضته سوى مساحة قليلة من المدينة، في وقت أعلنت القوات العراقية تحرير حي الفاروق المواجه لجامع النور التاريخي والذي دمره داعش الأسبوع الماضي. المعارك الأخيرة تدور حاليا في المدينة القديمة، وقالت مصادر قوات مكافحة الإرهاب أن القسم الأكبر من المدينة حرر، وداعش يحتفظ بجيوب صغيرة لا تتعدى الكيلومتر مربعا. ووصفت المصادر المعارك التي تدور حاليا في الموصل بالأكثر عنفا خلال 3 سنوات من الحرب ضد داعش. ميدانيا أيضا، صدت القوات العراقية هجوما كبيرا لتنظيم داعش خارج مدينة الموصل القديمة، وقال بيان للجيش العراقي أنه أحبط هجوما على حيي النهروان ورجم حديد غرب الموصل. كذلك تمكنت القوات العراقية من استعادة السيطرة على حي التنك بعد اشتباكات عنيفة اندلعت مع عناصر داعش. قائد عمليات الجزيرة في الجيش العراقي أعلن أن طائرات التحالف الدولي قصفت موقعين لداعش في مدينة راوة غرب الأنبار، لافتا إلى مقتل العشرات من التنظيم. وعلى وقع التطورات الأخيرة في الموصل، قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق إن زوال تنظيم داعش بات وشيكا، لكنه أبدى أيضا قلقه العميق إزاء المدنيين الذين لا يزالون محاصرين في الموصل. وصلت قوات الشرعية بمساندة من طائرات التحالف العربي تقدمها على جبهة صرواح، والمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد يعرب عن أمله في أن يلهم عيد الفطر السياسيين على تقديم التنازلات واتخاذ القرارات التي تحمل الخير لليمن.
السعودية ألقتها طائرات التحالف على منطقة رازح القريبة من الحدود السعودية شمال محافظة صعدة، دعت من خلالها أبناء القبائل للوقوف مع الشرعية بوجه الانقلابيين. شهود عيان أفادوا بأن رسالة المنشورات حذرت الأهالي من التعامل مع ميليشيات الحوثي من أجل تجنب مآسي الانقلابيين وما يخلفونه من قتل وتدمير وتشريد. وتزامنا مع المعارك التي تشهدها جبهة صرواح بمحافظة مأرب، تمكنت القوات الشرعية من السيطرة على مخزن أسلحة في محيط جبل هيلان بعد استعادتها منطقة المخدرة. وتكتسب السيطرة على جبهة صرواح أهمية عسكرية استراتيجية كونها تقطع العديد من خطوط الإمداد لميليشيات صالح والحوثي في مأرب، وتزيد من الضغط على المتمردين في صنعاء، الأمر الذي سيسهل من عملية استعادة السيطرة على العاصمة. كما شهدت محافظة تعز قصفا للتحالف طاول مواقع المتمردين شمالي مديرية المخاء إثر هجوم صاروخي شنه الانقلابيون على مواقع قوات الشرعية. أكدت الخطوط الجوية السعودية أن الصور المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي لطائرة تابعة للخطوط السعودية في مطار بن غوريون هي صورة مركبة لا تمت للواقع من قريب أو بعيد. وأضاف المتحدث الرسمي للخطوط السعودية عبد الرحمن الطيب أن هناك جهات معروفة في مواقع التواصل وعبر أعداد كبيرة من الحسابات مجهولة المصدر والهوية تقوم بنشر الأكاذيب وترويج الشائعات بقصد الإساءة للخطوط السعودية كرمز وطني سعودي، حيث يقوم البعض بتلقف تلك التغريدات وإعادة نشرها من دون أدنى قدر من التقصي، مما يوقع المشاركين تحت طائلة المسؤولية. تقود إسرائيل حملة دولية لمنع لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو من مناقشة مشروع قرار عربي يعتبر الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل الفلسطينية موقع تراث عالمي. وقالت صحيفة يدعوت أحرنوت أن إسرائيل تقود جهودا دبلوماسية من أجل منع تمرير القرار من خلال التواصل والضغط على مجموعة من الدول للحلولة دون ذلك، حيث أنه سيصوت في هذه الجلسة التي ستعقد نهاية الأسبوع. أعلن رئيس مجموعة أصدقاء إيران الحرة في البرلمان الأوروبي عن إدانة البرلمان الأوروبي لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران ودعوتهم إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء. وقال إن 265 عضوا في البرلمان وقعوا البيان المشترك حول إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران والتضامن مع المعارضة الديمقراطية الإيرانية. وقال إن النظام الإيراني أجرى مؤخرا انتخابات رئاسية كانت مزيفة لأنه لم يكن هناك مرشحين للمعارضة. أعادت المحكمة الأمريكية العليا العمل جزئيا بمرسوم الرئيس دونالد ترامب حول حظر السفر الذي يستهدف مواطنين من 6 دول ذات غالبية إسلامية على أن تنظر فيه لاحقا مرة أخرى في الخريف المقبل. وأضافت المحكمة أنها ستسمح بشكل جزئي ولمدة 120 يوما بمنع دخول أي لاجئ إلى الولايات المتحدة. ويعتبر هذا القرار انتصارا لترامب الذي سبق أن علق عدد من القضاة العمل بمرسومه. تعرض عدد من المواقع الحكومية في ولاية أوهايو الأمريكية للاختراق ونشر القراصنة رسائل مؤيدة لتنظيم داعش. وقالت الرسائل أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتحمل مسؤولية كل قطرة دم تسقط في دول المسلمين، خاتمة أحب الدولة الإسلامية. وقد أغلقت السلطات في ولايتي أوهايو وماريلاند مواقع إلكترونية لمسؤولين أمريكيين بعد تعرضها للقرصنة. في الولايات المتحدة الأمريكية يكافح رجال الإطفاء في جنوب كاليفورنيا للسيطرة على حريق غابات يتحرك بسرعة. وعمدت السلطات إلى إغلاق طرقات رئيسية وأجبروا السكان على ترك منازلهم في مدينة سانتا كلاريتا الواقعة شمالي لوس أنجلوس. وقالت شرطة منطقة لوس أنجلوس في بيان أن الحريق شب بعد حدوث تصادم مروري أدى إلى اشتعال النار في الأشجار. وذكرت إدارة الإطفاء أن الحريق امتد ليشمل نحو 800 فدان، ولكن رجال الإطفاء تمكنوا من احتواء نحو نصف الحريق. في الرياضة، ألمانيا في طريقها إلى نهائي كأس القارات، وميسي متهم بالتهرب الضريبي عبر شركات خيرية، ورياض محرز إلى أرسنال، إضافة إلى أخبار رياضية متفرقة.
نجحت أستراليا في حرمان تشيلي من اللعب بأسلوبه، ولكن ودعت مع ذلك كأس القارات لكرة القدم المقامة في روسيا بعد ما أهدرت العديد من الفرص في التعادل 1-1، وهي نتيجة أرسلت بطل أمريكا الجنوبية للدور قبل النهائي وصيفا للمجموعة الثانية لا يضرب موعد ناري مع منتخب البرتغال لمتصدر المجموعة الأولى. وكانت أستراليا تحتاج للفوز بهدفين لتتأهل، وتقدمت عن طريق جيمس تريسي في الدقيقة 42 وأهدرت فرصة لمضاعفة النتيجة قبل نهاية الشوط الأول عندما سدد ترانت سنيبري فوق العارضة وهو في وضع سهل للتسجيل. بالمقابل صعد المنتخب الألماني إلى دور قبل النهائي للبطولة، وذلك بتغلبه على نظيره الكاميروني 3-1 وفي الجولة الثالثة والأخيرة من مباراة المجموعة الثانية. المنتخب الألماني رفع رصيده بذلك إلى 7 نقاط ليتأهل متصدرا للمجموعة، وبيلتقي بالدور الثاني نظيره المكسيكي صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى. قالت صحيفة ABC الإسبانية اليوم الاثنين بأنه لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي استخدم مؤسسته الخيرية لإخفاء عائدات مليونية من رعاته الرسميين. وأشارت الصحيفة إلى أن مؤسسة ميسي الخيرية أخفت بين عامي 2007 و2015 حوالي 10 ملايين يورو لم يتم إدراجها ضمن تقارير المؤسسة التي توجه إلى الجهات المختصة في إسبانيا والأرجنتين. وأضافت ABC أن مؤسسة ميسي تم استخدامها للتعتيم على أعمال تجارية خاصة بأسرة نجم برشلونة. وأوضحت أن مسألة التعتيم بدأ عام 2007 بانطلاق أنشطة مؤسسة ميسي في مدينة برشلونة. وفي أيار مايو من عام 2009 افتتح ميسي ووالده فرع للمؤسسة في مسقط رأسه بمدينة روزاريو الأرجنتينية، رغم أنه حين لم يكن اللاعب قد قام بتسجيل مؤسسته رسميا في برشلونة. وأنهت الصحيفة بأنه عندما بدأت مشكلات ميسي مع هيئة الضرائب الإسبانية عام 2013 قام نجم البرشا بتسجيل مؤسسته رسميا. قرر الجزائري رياض محرز لاعب ليستر سيتي الإنجليزي التوقيع مع أرسنال خلال الأسبوع الجاري على عقد يمتد ل4 سنوات نظرا لعدم تلقي عرض من برشلونة، وفقا لتقارير صحفية إسبانية. وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أنه محرز كان يفضل برشلونة، وتواصل وكيل أعماله مع النادي، إلا أنه البرشا يفضل ضم الإيطالي ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ويضع كأولوية، فيما يتواجد محرز كبديل في حال فشل الصفقة. وقالت الصحيفة أنه محرز يشعر بالاستياء من كون برشلونة لا يفكر حاليا سوى في سبل ضم فيراتي وهيكتور بيلارين الظهير الأيمن لأرسنال، ولذلك وجد اللاعب الجزائري أن الفرصة أفضل في النادي اللندني ليلعب تحت قيادة أرسن فينجر مدرب المدفعجية، وذلك عبر صفقة قد تصل تكلفتها إلى 40 مليون يورو. صرح لاعب كرة القدم الشاب لي سونغ وو الملقب بميسي الكوري الجنوبي اليوم الاثنين بأنه سيجتمع مع الممثلين عن نادي برشلونة الإسباني قبل ما يتخذ قراره بشأن مستقبله. وفي تصريحات أدلى فيها في مطار أنتشون قبيل مغادرته إلى إسبانيا ونقلتها وكالة أنباء يون هاب، قال اللاعب: بعد اجتماعي مع ممثلين النادي والاستماع لنصائح أشخاص آخرين سأتخذ أفضل قرار ممكن. فاز الأسترالي دانيال ريكارديو سائق ريد بول بجائزة أذربيجان الكبرى في بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 للسيارات. السباق شابته الفوضى وشهد احتلال سيباستيان فيتال متصدر الترتيب العام للمركز الرابع بعد معاقبته بسبب انحرافه باتجاه منافسه لويس هاملتون يلي احتل المركز الخامس. وانتصار ريكارديو هو الأول للسائق الأسترالي منذ فوزه بسباق ماليزيا العام الماضي ليتقدم للمركز الرابع في الترتيب العام برصيد 92 نقطة خلف فيتال الذي يمتلك 153 نقطة وهاملتون 139. والآن صفحة الأحوال الجوية مع كريستال عبد الساتر. بونسوار. طقس صيفي حار نسبيا ورطب عم بيسيطر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. التفاصيل أكثر عن طقس لبنان منشوفها بعد جولة على الدول العربية. منبلش جولتنا مع القاهرة 38 39 بتونس 25 درجة بالرباط، بغداد 46 دمشق 42 القدس 32 درجة، والختام مع الكويت 46 الدوحة 48 والرياض 43 درجة. منوصل هلا لطقس لبنان. بكرة الجو العام بيكون صافي إلى قليل الغيوم. على الساحل الحرارة تتراوح بين 20 وال 31 درجة. بالنسبة للرطوبة بتسجل أقصاها 80%، أما سرعة الرياح بتوصل لل 30 كيلومتر بالساعة. بالجبل بتتراوح بين 20 وال 31 درجة، أما بالداخل بتسجل أقصاها 37 درجة. جولتنا اللي بتاخدنا من الشمال لجنوب بتفرجينا أكثر تفاصيل حرارة ببعض المناطق اللبنانية. منبلش جولتنا من الشمال مع عكار 34 32 بطرابلس 26 بالقرس 32 درجة بالكورة 37 بالهرمل 38 بالقعص 36 درجة ببعلبك وبرياء جبال 33 29 بميروبة 33 درجة بجوني وببعبدة
بيروت عم توصل فيها الحراره لل 31 درجه وطقس عم بيكون صافي الى قليل الغيوم. زحله 37، 34 بشتوره، 37 بعنجر، 30 درجه بمشغره. جيزين 29، 33 برشيه، 37 بمرجعيون، 33 درجه ببنت جبال. والختام مع بيت الدين 29، والمناطق الجنوبيه صيدا، سور، وقانا 31 درجه. مثل ما ذكرنا لبكره طقس صافي الى قليل الغيوم، اما الحراره لبكره عم توصل اقصاها لل 31 درجه، اما ادناها لل 26 درجه، ارتفاع بسيط بدرجات الحراره لنهار الاربعاء تتسجل اقصاها 32 درجه مع طقس قليل الغيوم، اما بالنسبه لنهار الخميس انخفاض بسيط بدرجات الحراره بس بيبقى الطقس صافي الى قليل الغيوم والحراره عم توصل اقصاها لل 30 درجه. بمنطقة الأرز الحرارة عم تتراوح بين ال 26 وال 16 درجة. هيدا كان كل شي لليوم، شوفكن بكرة. وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. القوى الأمنية توقف قاتل الشابين من آل الجوزو بعد ساعات على تشييعهما. طلع معركة الجامعات خسرناها، بدنا نفكر هلا بالمدارس قبل ما تنتشر. في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات أرقام صادمة لنسبة المتعاطين في لبنان ومراكز التأهيل غير كافية. استمرار التوتر في الجولان المحتل وقواعد روسية وإيرانية في البادية السورية. بهذا نأتي إلى ختام النشرة، من سلمان ومني ومن فريق العمل أطيب التمنيات، وإلى اللقاء. إلى اللقاء. موفقين. شد بردكم دوم الله. موفقين. ما عيش في لبنان وبرات لبنان يلي بيفكر انه بيقدر يشطب تيار المستقبل.